أيضا نفى مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ما أذاعه أحد المواقع الإلكترونية الإخبارية اللي قال النهاردة أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك دخل المركز الطبي العالمي للعلاج بعد منعه من السفر. المصدر كمان نفى أن يكون قد تم نقل مبارك للمركز الطبي العالمي تحت حراسة مشددة أو أن الرئيس كان ينوي السفر هو وعائلته أمس الاثنين إلى تبوك بالسعودية بالطائرة الخاصة للعائلة، إلا أن برج المراقبة رفض سفرهم طبقا لقرار النائب العام بمنعهم من السفر. هو ده الخبر اللي اتنفى، يعني ده كله ما حصلش، وده في نفس الإطار اللي بقوله لكم. أي حد بيسمع أي حاجة بيكتب كل حاجة، أي حد بيقول لحد حاجة، عرفت فلان ده مش عارف إيه، ده فصلوه، ده قتلوه، ده سفروه، ده طلع سارق 18 شوار رز، حاجات كده، وكله بيكتب والحق وامسك وودي. وتاني يوم سهلة خبر نفى مصدر مسؤول أن لا صحة. طب وبعدين؟ ما احنا الأخبار كتير قوي، مش محتاجين نضرب أخبار، نلاحق على الأخبار الموجودة، اللي يلحق ينشر أخبار حقيقية يلحق. ده الأخبار كل يوم الحمد لله، والنائب العام مش مدينا فرصة على طول، كل يوم في خبر وكل يوم في قضية، احنا ليه بندور على أخبار ليست حقيقية؟ أهو سيد النائب العام على طول أهو يأمر بفتح التحقيق في بلاغات ضد دكتور فتحي سرور والسيد صفوت الشريف والدكتور زكريا عزمي. المتحدث الرسمي للنيابة العامة قال إنها تلقت العديد من البلاغات ضد ثلاث شخصيات المحترمة اللي أنا قلتها دلوقتي، فالسيد النائب العام أمر باختار الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بصورة من تلك البلاغات، وده قرار رائع. مش بلاغ ونحقق، بلاغ نتأكد منه، الجهات الرقابية تقول أيوة المعلومات اللي جاية في البلاغ دي صحيحة، فيها حاجة صحيحة، فيها حاجة غير صحيحة، ونبتدي التحقيق في النيابة. المتهم يتحل المحاكمة، البريء نقول له مع السلامة، نورت مصر. ميدان التحرير بقى قبلة لكل الشخصيات العالمية اللي بتيجي مصر. وزير خارجية النرويج راح النهاردة ميدان التحرير وعبر عن إعجابه الشديد وانبهاره بالثورة المصرية، وقال ان الشعب المصري ابهر العالم، وهذه حقيقة على فكرة مش صيغة مبالغة زي الصيغ اللي كانت بتستخدم قبل كده، لا، العالم بره شايف الثورة المصرية شيء مبهر، شايف الشعب المصري شيء خارج حدود الخيال، وده شيء رائع يعني. اعلن وزير النرويجي مساندته الكاملة لمطالب الثورة، ده كمان ده المرة الجاية يوم الجمعة هيروح ميدان التحرير، وانه هيدعمها حتى تصبح مصر اكبر الدول الديمقراطية في العالم، اكتر من النرويج، ده الراجل ده مخلص جدا. النهارده الدكتور احمد شفيق، ايوه لغه الشباب، خلونا نتكلم. الدكتور احمد شفيق رئيس مجلس الوزراء افتتح النهارده الصفحه الرسميه لرئاسه مجلس الوزراء على الفيسبوك، على الموقع التواصل الاجتماعي. ايوه كده، خلونا نتكلم، احنا بنتكلم يا جماعه لغتكم، احنا عايزين نتواصل، اللي عايز يتواصل واللي عايز ياثر واللي عايز يتكلم لازم يتكلم لغه الجيل الجديد اللي موجود في مصر، جيل المستقبل. الدكتور شفيق قال كلمة مسجلة بالصوت والصورة على الصفحة، مش هقول لكم قال ايه، هتسمعوها، وتعهد بالتواصل المستمر وخلافه. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع لحضراتكم تاني. النهارده يعني يسعدني الحقيقة اني اعلن عن افتتاح صفحة خاصة برئاسة مجلس الوزراء، المقصود بها التواصل مع أبناء الشعب المصري. وما أقول أبناء الشعب المصري، بيجي أكيد في مقدمته شبابنا الجميل اللي بيصل في عدده النهاردة ما لا يقل عن 50-60% من أبناء الشعب. من خلال هذه الصفحة بقعد إن إحنا بتواصل مستمر بينا وبين بعضينا، كل حاجة تبقى مطروحة، كل القرارات اللي احنا بصدد ان احنا نتخذها تبقى يعني تم نقلها والتفاهم بخصوصها وتلقي الردود بشأنها مع ابناء الشعب جميعا، الامر اللي يخلينا ان شاء الله نحط قراراتنا على اساس سليم ومدروس ومرضي عنه ومتفاهم بشأنه، يعني يغطي كل احتياجاتنا جميعا بحيث نكون في الاخر كلنا متفقين على رأي واحد. يدعمنا في ذلك ان احنا بنفتح هذه الصفحة بعد ثورتنا في 25 يناير،
واللي الحقيقة يجب أنها تكون نقطة انطلاقة لمستقبل مصر هتكون بعديه، ليست كمصر قبله. ويعني تمنياتي للجميع بأن احنا من خلال مثل هذا التواصل والحوار المستمر نقدر نبني لمصرنا كل ما نتمنى ليها على أساس سليم متفق عليه بوحدة كاملة. مصر اللي تستحق مننا أحسن ما يمكن حتى أن نتخيل. ويمكن لو في إضافة أحب أضيفها أقول إن الوقت بالذات اللي بنمر بيه ده دلوقتي فرصة طيبة جدا إن احنا نأكد التعاون بيننا، نأكد الثقة بيننا، الأمر اللي هيؤمن تماما تحقيق أهدافنا للبلد على أحسن ما يكون، وإحنا في ارتباط كامل بيننا وبين كل أطياف الشعب المصري الكريم. بشكركم على تفاعلكم على الموقع. مش يعني حد المحلاوي بيقول انه مش هيرشح فلان، مش عايز اقول الاسم لان احنا لسه ما دخلناش وما عرفناش مين هيرشح نفسه ما يرشحش نفسه، مش عايز يبان ان احنا واخدين موقف بس كده. هيما بيقول لو سمحت بلاش تتكلموا في فساد، ما تتابعوناش، اتكلموا على بكره، احنا كده فقدنا الامل. امال مين الكويس؟ خير يقول اللي بيعملوا المظاهرات يهدوا هيبه الدوله بتضيع، البلطجيه بقوا بيطلعوا علينا في النهار. ما فيش علاقة على فكرة برضو، ومش غزل المظاهرات اللي بتقف في ميدان التحرير، وأتمنى أنها تكون يوم الجمعة بس عشان الحياة تسير، ملهاش دعوة بالأمن في الشارع. احنا عايزين الأمن يرجع تاني، وده موضوع هنتكلم فيه. رسالة متكررة، ناس كتير بتقول المظاهرات المظاهرات، احنا عايزين نعيش، احنا جوعنا، عندنا أزمات، مش عايز الربط ده يفضل في وجداننا طول الوقت. احنا نتمنى ان المسألة تقل علشان الحياة تسير، لكن مش عايزين نربطها بس بالتحرير. بتوع التحرير بيروحوا يقعدوا في ميدان التحرير، ويوم الجمعة الدنيا ماشية شغالة. طب ما يعني هيجي لها وقت وهتقف، لكن اللي بيحصل ايه علاقة ده بالبلطجية اللي في الشارع؟ مالهم ومال دول؟ بالعكس، ده احنا في فرصة. هي المشكلة كلها في التواجد الأمني، التواجد الأمني والضغوط من المظاهرات الفئوية وخلافه. فهي مسألة محتاجة دراسات كتير. المحلاوي بيقول قنصلياتنا في الخارج ليست على المستوى المطلوب. محمد حلمي سعيد بيقول سعادة السفير قال خلال ساعات 20 مرة في حديثه، فلما ذلك المشكلة بقالها 11 يوم وقبلها 5 أيام؟ للأسف كلام غير مقنع. معلش احنا بنتكلم عن 1,200,000 برضو، يعني ايه؟ احنا عايزين الناس يعملوا كل حاجة في الدنيا، وده حق كل مواطن كان متغرب ومتبهدل، وهو ايه اللي غربه؟ ايه اللي بهدله؟ ما هي الظروف والحياة، فهو حقه انه يرجع. لكن حدود الطيارة كام؟ عدد قليل، احنا عايزين طيارات اكتر، عايزين حركة اسرع طبعا، عايزين حد يبقى موجود، عايزين ننقل لهم دواء، ننقل لهم اغذية، لان تونس كمان في ازمة يا جماعة. ما هي تونس في ازمة وليبيا في كارثة، فيعني المسألة كلها جاية في ظرف سيء جدا يعني. طيب انتوا عارفين ان في كلام كل يوم عن سرقة اثار مصرية، ودي مسألة محيرة جدا. الدكتور زاهي حواس بيقول اثار مصر بتتسرق، بنحاول نتصل بالدكتور زاهي حواس. اخر خبر كنت سامعه النهارده جاي لي النهارده عن سرقه مجموعه من الاثار في احد مخزنين اثار في الهرم، دخلوا عليهم ودخلوا خدوا الاثار ومشوا. اثار مصر بتتسرق يا جماعه، يعني هرجع اقول الامن تاني واقول قواتنا المسلحه تاني، عايزين ما احنا عندنا اماكن كتير فيها اثار كتير، عندنا ده مصر كلها، عايزين الكباري وعايزين الانفاق وعايزين الشوارع. ما هو الجيش المصري كمان ما هو متشتت، ما هو في كل حته، ما هو على الحدود هناك عند اخواننا البعدة وعند اخواننا اللي بيحرروها في ليبيا يعني، وفي السلوم، في كل حته احنا متشحتفين يعني. فالموقف صعب جدا جدا، لكن الاثار المصريه لما تتسرق، ناس لا عندها ضمير ولا عندها حس ولا عندها وطنيه ولا يعرفوا يعني ايه مصر ولا فاهمين يعني ايه ثوره ولا اي حاجه في الدنيا، ومش هيعرفوا يتصرفوا فيها يعني، مش هيتسابوا، بس لازم نشوف حل لحمايه الاثار المصريه، دي كارثه.